هو الشاعر الدكتور حمود محمد عطية الذويبي، وهو شاعر غني عن التعريف، له العديد من المشاركات وله السبق في الشيلات، ويتشرف بإلقاء مشاركته ابنه الشاب ماجد بن حمود الذويبي، فليتفضل مشكورا. حياك الله ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أولا أبارك لفارس هذه الليلة الشاب أحمد بن حامد الذويبي، وأقول له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أما قصيدة المشاركة فهي لوالدي الدكتور حمود الذويبي الذي يستبيحكم عذرا لعدم تواجده في مدينة الطائف. يقول: يسعد مسهل الحفل والضيف بالخير، يسعد مسهل الحفل والضيف بالخير، والليل يغشاكم صفاه ونسيم سلام له للدار حشمه، وتقدير اللي لهم بالقلب قدر وحشيمة سلام يا حامد زبون المخاسير، وسلام للعزام واهل العزيمة، فالبعد عنكم ما تعمدت تقصير، وان غبت عنكم فالمشاعر مقيمة، واللي بعد هيا الوجيهة المسافير العذر منكم والسموحة غنيمة، واللي بعدها يا الوجيهة المسافير العذر منكم والسموحة غنيمة، سبحان من في حوزته كل تدبير، اللي جعل للعبد قدر وقيمة ما بين كاف ونون للراد، ويصير نافذ علينا أمره وستره يديم، رمت بي الخطوة طولة المشاوير بين العلا ممسي وهداجة تيمة، رمت بي الخطوة طول المشاوير بين العلا ممسي وهداجة تيمة، من اقبلوا مني جزيلة المعاذير يا أهل العقول الواعية والفهيمة، ومبروك يا أحمد يا عسمرك تياسير جعل السعد يبراك برقه وغيمة، وافراحكم دامت وغنالك الطير، والله لا يحرم نديم نعمين فيكم يا رجال المناعير، يا لات خاتم والنوايا سليمة، نعمين فيكم يا رجال المناعير، يا لات خاتم والنوايا سليمة، ضارين بطالات وانتم بياطير، ولكم على درب المراجل وسيمة، والشيخ ابو هاني طويلة على شابير خوي درب له مواقف عظيمة، كساب للطالات شوق الغنادير يارد ويصدر، والضوامي محيمة إذا اختلط بالجو عجه وعاصير، بشر عدوه بالمحق والهزيمة، والليل هذا غير وضيوفكم غير، يا أهل السخاء وأهل النفوس الكريمة، يلي مكانتكم على قمة النير، مشارك الغالين حقه ولزيمة، واختامها منا تحية وتبرير والطيب باقي والنوايا سليمة، سلامتكم. شكرا للشاعر الدكتور حمود محمد عطية الذويبي على هذه القصيدة، وشكرا للشاب ماجد حمود الذويبي على هذا الإلقاء.